وعقب انتهاء المشاورات اليمنية اليمنية أمس في الرياض، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة اليمنية. وكما نؤكد دائما بأن لا حل إلا ما يقرره أبناء اليمن، ولا مستقبل إلا وفق ما يتفق عليه أبناء اليمن، فالحل يمني وبأيدي اليمنيين ولأجل اليمن، ولا سيما في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت المشاورات اليمنية اليمنية وما سبقها من استجابة مشكورة من تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف العمليات، كذلك الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص في اليمن لمدة شهرين.